بس ادفعلي فلوس التأمين. منين؟ أدفع منين بس يا نصرة؟ منين منين منين؟ 51% نصيبك في المعرض. عقد تنازل امضي لي عليه بس بتاريخ قديم عشان انت محبوس. يعني انت اللي كنت مدبره الحكايه دي كلها؟ كنت بتلعبي عليا يا نصره؟ ايوه يا سعد، كنت بلعب بيك، وطمعك هو اللي وصلني للي انا عايزاه. هتمضي ولا سيبك مرمي هنا رميه الكلاب؟ بقول عليكي برضو يا نصره، هون عليك يا أم سلمى، تكون أيامنا اللي بس 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 يا أخوي. هو أنت فاكر لما تنعملي في صوتك وتكرمش في وشك هتصعب عليا؟ أنا كل ما أبص في خلقتك أفتكر أيام سودة. هل أنا اللي قلت ضل راجل ولا ضل حيطة؟ أتاريك حيطة مشروخة مايلة أيلة للسقوط.